لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يلا راه فين ان شاء الله غادي نتاجو ان شاء الله الهواء ان شاء الله كاين الطريق بزاف الى هواء ان شاء الله وكاين الطلعه اجبد يا ما عندك مية متجبد جبد وما نساوش الاخ شعيب والاخ عبد الحليم ويوسف ويوسف وعزيز وشرف والشرقاوي ورضوان السعوديه ومصطفى والاستاذ خالد وسيد محمد وتحيه لكم جميعا من قلب اوزور وهذه البلاصه هذه بالضبط كيقولوا مشلالات هاواي يعني الله يعاونكم والخوت لا نسينا شي واحد يسمح لينا تحيه لكم جروب كنشكركم يلا الله يعاونكم وحط طلعه كاين ما كاين ما يتجبد اللي نسيناه يسمح لينا قال اصدقاء كاملين وديديكاز خويا بشعيب بشعيب وبشعيب بشعيب الحلاق احسن حلاق في الازهر تحيه لك اخويا الله ينصركم خويا هو شحال باقي لي تقريبا ديال الوقت اللي بغيت يطلع عليها؟ باش توصل ليها الاخرى فيها يدير ديال الطريق سير الله ينصرك خويا مرحبا هانتوما سمعتوا الاخوان كاينه شويه ديال الطريق الشرا ديال النقرة شويه خرجوا من نبقاو غادي نتابعنا الطريق غتكون جديري يلا اقيم يدار بقى شي 20 دقيقه حدا باش نوصلوا لهاواي منطقه زوينه صراحه نتمنوا من الله نوصلوا ليها لان فيها شويه ديال الطريق هاكوك 20 دقيقة سبحان الله شكون تعجبك هاد المنطقة هادي فين ما كدور كتلقى الماء سبحان الله العلي العظيم ضروري تسولوا الخوت انت ملي تكونوا غاديين هابطين لهاواي ضروري تسولوا حيت كاينه الاولى وكاينه الثانيه نسرح واحد شويه لان كاينه الطريق بزاف باش تمشي لهاواي من الشلالات ديال اوزور تمشي لهاواي راه صعيبه شويه طلب واحد الوقت ديال 20 دقيقة
انا وقت نستريح شويه ونكمل ان شاء الله. بقوا معنا نوريكم واحد المناظر زوينه ان شاء الله، مناظر خلابه نوريها لكم ان شاء الله. لا سهل الله استطعنا باش نمشيو ليها لان شويه كاينه ديال الطريق شويه. قررنا ان شاء الله نتسلى الصراط الاول. هادي وقف سبحان الله العلي العظيم. شوف ما الدور تلقى الماء سبحان الله سبحان الله. دار دار سبحان الله بيان دوا سنو. دابا حنا مع هي القهاوية واش تمانا هو بعد ما مشينا واحد مدة ديال 20 دقيقة حنا وصلنا الشلال هاواي الأول وإن شاء الله لو بقى لنا الوقت غادي نوريكم. ضربنا شي 20 دقيقة ديال الوقت كل الجبال عاد باش عودنا هنا إن شاء الله لو بقات لنا وقيت غادي نعاودو نشوفوكم هاواي الاخرى اللي هي منظر فيها مناظر زوينه ان شاء الله. بقاو معنا ان شاء الله باذن الله. تستحق المشاهده. اخويا عثمان ان شاء الله بيت الثاني دابا جينا لهواية وكاين شويه ديال الطريق ثاني دابا تشوف كاين مناظر خلابه الصراحه. تحيه الاخوان كلشي ديال الله.
الله العظيم كل شيء ديال الله. صعيبة شوي. شلالات هاواي. ما جاش هاد البلاصة هادي كاع مي يقول لنا جديد كاع. أوزور. الدنيا كي دايرة سبحان الله العير العظيم. خير ديال الله. بزاف ديال المناظر بزاف تبارك الله. نحن الآن نتواجد مناظر خلابة وديال الله سبحان الله. شوف سبحان الخالق حتى هاد البلاصة هادي كلها غادا شلالات هادي كاين ما يتشاف سبحان الله. جربوا عليهم يلا وجدوا طلعوا يلا هذيك الحاله اللي كتشوف فينا قويله يا
دابا راه ليا الطلوع ثاني سير على الله. الثمن مسمن اخوان 3 دراهم الوحده كبير وخاصه كبير. الله يجعل البركة. ولكن النايدر زويد تاخذو سمنيه هي سخون بعد ما طلعنا الاخوان طلعنا شفنا شلالات هاواي. احنا هودنا دابا شلالات اوزود. مناظر صراحه زوينه بزاف والله. هات كاين واحد اقبال كثير شوف سبحان الله العين عادي. الناس كتريسكي بعمارة شو دايرين منوع يهودوا لجيت المصب ديال الشلال. شو بنادم فين هابط شو شو خطارة هيدا ما ناخذ ان شاء الله شويه ديال الحوت.